أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي. دكتور أيمن مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وكافة المشاهدين. أهلا بيك دكتور أيمن. دكتور أيمن قالوا إنه هذا الرقم بيحصلوا عليه من عند حضرتكم، هل فلوس الناس كده في أمان؟ وهل بالفعل اتجمع هذا الرقم لرؤية محمد رضا علشان تسافر وتاخد الحقنة بتاعتها دي؟ يا رب يجعل فيها الشفاء. يا رب ربنا يشفي طبعا جميع مرضانا. اولا في البدايه احنا لازم ناكد على بالنسبه لحاله رؤيه او الحالات المرضيه اللي بيتم الاعلان عنها، القانون 149 لسنه 2019 الخاص بتنظيم ممارسه العمل الاهلي في مصر، ده اول قانون يتيح للاحقيه في جمع المال للمواطنين بخلاف مؤسسات العمل الاهلي او لبعض الجهات زي المستشفيات الجامعيه. يمكن حضرتك لو تلاحظوا في حمله تبرعات تخص بعض المستشفيات وغيرها من الكيانات الطبيه اللي بتخدم مرضانا على مستوى الجمهوريه. القانون نظم تلك حمله التبرعات وان يجب انها تحصل على ترخيص سواء الجهه شخص اعتباري او شخص فردي من وزاره التضامن الاجتماعي. وبناء عليه احنا كوزاره بالنسبه للحالات المرضيه زي حاله رؤيه او خلافه بنطلب اولا خطاب رسمي من وزاره الصحه بتاكد فيه الوزاره ان العلاج ده ما بيتغطاش سواء من خلال المستشفيات الخاصه بوزاره الصحه او مش متواجد في مصر او ما بتغطاش ضمن المبادرات الرئاسيه المختلفه، لان في العديد من الامراض بتغطى ضمن المبادرات الرئاسيه. نعم. وفي اشتراطات طبعا لان بيبقى في جدوى من تلقي العلاج ده ولا فيش جدوى او نسبه نقول نسبة الشفاء بتبقى فيه مرتفعة ولا مش مرتفعة، كل الكلام ده اللي بتحدده الجهة المختصة اللي هي وزارة الصحة. احنا كوزارة التضامن مجرد ما بيجي لنا الطلب من المواطن، واحنا بالفعل كان الطلب الخاص بالولي امر الرؤية الاستاذ محمد رضا، وبناء عليه جالنا خطاب من وزارة الصحة بالموافقة على تلقي العلاج. معنى انه جه لحضراتكم خطاب بفتح الحساب، مش فاتح الحساب، الصحة بتقول ان المرض ده ما عندهاش مانع ان تفتح حساب تبرعات في وزارة التضامن. لان المرض ده وزارة الصحة ما بتغطيهوش او المبادرات الخاصة بالرئاسية ما بتغطيهوش خلال المرحلة الحالية. لكن ما بتردش وزارة الصحة على حضراتكم يا دكتور أيمن وتقول لك انه هذا العلاج نسبة شفائه قد ايه في هذه الحالات؟ لا، ما لو النهارده لو ارتقت ان العلاج ده نسبه شفائه مش محققه الغرض منه هتخطرني وزاره الصحه هتقول لي لا، ما يعني برضو احنا بنتكلم في احقيه للمواطنين انا كوزاره التضامن ان هو يحصل على ترخيص بالتبرعات. نعم ده كلام مهم جدا اللي احنا بنقوله ده على فكره. فبسلك المسلك اللي القانون حاطه لي كوزاره التضامن الاجتماعي. وكمان بخاطب البنوك الرسميه لان لازم حمله التبرعات دي تتم من خلال البنوك المعتمده بالبنك المركزي داخل مصر. بناء عليه بيطلع ترخيص بجمع التبرعات على ارقام حسابات معتمده من خطابات موثقه من البنوك، وانا بخاطب البنوك بقول لها ان انا اديت للمواطن ده ترخيص جمع مال لعلاج الحاله المرضيه. نعم. وتحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي. نعم. يبقى معنى كده ان الاعلان اتفضلي الاعلان بيتم للمواطنين، ما ينفعش اعمل اعلان للمواطنين الا لما اخد ترخيص رسمي من وزاره التضامن الاجتماعي. بيتم على رقم الحساب المعتمد ضمن الترخيص. انا كمواطن بتبرع لازم اتاكد ان الانسان اللي انا بتبرع له ده جزء يعنيني علشان برضو نشجع طبعا الناس. نعم. كمواطن ما اتبرعش لاي جهه سواء بقى جمعيه اهليه او شخص اعتباري او شخص فردي غير ما اتاكد ان هو حاصل على ترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي باحقيته بجمع اموال او جمع تبرعات على رقم حساب محدد في الترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي. تم جمع قد ايه من التبرعات الى الان دكتور؟ لا، بالنسبه للحاله كل حاله مرضيه على حده، احنا حاله رؤيه كانت مفتوحه لها رقم حساب في اكثر من بنك معتمد من وزاره التضامن الاجتماعي وبالفعل تم تدبير المبالغ المطلوبه لعلاج رؤيه. تم جمع كل المبلغ اللي يغطي تكليف الحقنه اللي هتحصل عليها اللي هو 2 مليون دولار. نعم. تم جمعه في خلال قد ايه تم جمع المبلغ يا دكتور؟ من يوم 30/5 الترخيص طلع لرؤيه وحتى يوم الخميس الموافق 23 تم جمع ما شاء الله. يعني اتجمع 2 مليون دولار
من المصريين، غالبا مصريين طبعا، مش كده ولا ايه الارقام طبعاً دي؟ طبعا طبعا هو طبعا كل الـ 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 الاموال اللي بتعرض على حسابات البنوك المصريه، اي سواء من سواء من اشخاص مصريه او اجنبيه داخل مصر او حتى لو من الخارج، بناخد عليها موافقات لو في اموال نعم. من الخارج. نعم ولكن في النهايه انا الغرض تحقق باجراءات سليمه والفلوس اتحولت على الحساب. بعد كده في الجزئيه الهامه جدا اللي هو التحقق من صرف الاموال في الغرض المخصص من اجله جمع المال. نعم. بناء عليه كوزاره التضامن الاجتماعي احنا بنخاطب، بمجرد ما يتم جمع الاموال وتحصيلها بنخاطب البنك للافراج على المبالغ اللي موجوده في الحساب لصالح الحالات المرضيه. في بعض الحالات اللي بيوجه لها زي ما تفتكروا كان في السابق كان في مهاب، ايوه برضه جمعنا له المواطنين المصريين وده دليل على ان المصري طبعا طبعه اساسا خيري وفي واحنا كلنا بنقف جنب بعضنا في الازمات. نعم. فبالتالي نجحوا برضه ان هم يجمعوا المبالغ المخصصه للطفل مهاب في السابق. نعم. وتم تحويل المبالغ للمستشفى في الخارج لعلاج الطفل مهاب. نعم. وهو حاليا بيتلقى العلاج. فبالتالي نفس القصه بالنسبه لرؤيه. رؤيه بقى المبلغ لما اتجمع خلاص وتقفل، لانه الحقيقه كل التحيه لكل اللي اتبرع بما فيهم فنانين كتير وشخصيات عامه كتير والمصريين كلهم، بيروح للمكان العلاج بره ولا بيستلموا الاب، ولا الاجراءات بتبقى عامله ازاي، ولا بيبقى معاه ما يثبت انه هو خلاص هذا المبلغ تحت امره فيقدر ان هو يتعامل كولي امر زي ما هو عايز؟ وطبعا اللي بيتعامل على الحساب ولي امر الطالب. آه. او ولي امر الحاله المرضيه. نعم. ده اللي بيتعامل على الحساب، ولكن تحت رقابه وزاره التضامن الاجتماعي. يعني النهارده وكل حاله بتتعالج حسب ظروف علاجها، بمعنى ان في حالات بتقتضي ان احنا بنحول المبالغ بموافقتنا كوزاره التضامن على حساب المستشفيات في الخارج لو في تلقي علاج في الخارج لبعض الحالات المرضيه، وفي حالات بيقتضي الامر ان تصرف الحقنه، فبالتالي بيجيب لنا مستند رسمي بالجهه المنوط بيها توفير الحقنه الخاصه بالمريض. مستند رسمي من اماكن طبعا لا فاتوره محدده بتقدم رسميه مطالبه ان المبلغ ده الخاص بالعلاج المريض. نعم. تكلفته تقتضي توفير مبلغ محدد زي حاله وقعيه، والمبلغ ده بيتحول رسمي للشركه اللي توفر الحقنه للمريض. هايل مهم جدا. وبرضه ناكد على الناس حاجه مهمه جدا عشان المشاهدين، ان المبالغ اللي بتزيد عن الغرض المخصص لعلاج الحالات المرضيه زي رؤيه، على فكره المبلغ متوقع احنا بكره هنصفي المبلغ، متوقع ان هو يكون زاد عن المبالغ اللي كانت مطلوبه. طيب لو زاد المبلغ بتوجه الوزاره بتوجهه لعلاج حالات مماثله اخرى وفقا للغرض اللي تم جمع منه الاموال. ونكمل يعني حالات عليه. في حالات مرضيه اخرى يعني برضو ما خدتش الدخل فيما يخص التعامل معها في السوشيال ميديا او غيره. صحيح. فما قدرش توفر المبلغ المالي، فبالتالي الوزاره بتتدخل لتحويل المبلغ ده لعلاج حالات مرضيه مماثله وفقا للاموال المتبرع سددها لصالح تلك الحالات. تمام. هايل، ده كلام مهم جدا يتقال بشكل رسمي. دكتور أيمن عبد الموجود، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم.